احمل اسم قائد مسيرة المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز خادم القرآن الكريم والحرمين الشريفين. كلمة لكم حول هذه المناسبة، وأنتم جزء كبير بل تتشرفون بتسليم هذه الهدية إلى جوار وزارة الشؤون الإسلامية. شرف كبير جدا لي ولجميع زملائي منصبي سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة أن نكون جزء من هذه المناسبة الغالية لهدية قيمة وهي المصحف الشريف من زعيم عربي وهو سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي يحرص سنويا على توزيع هذه الهدية القيمة على الدول الإسلامية. أن تكون مصر هي المحطة الأولى لتوزيع هذه الهدية فهذا يحمل معه رمزية العلاقات التاريخية الوطيدة فيما بين البلدين الشقيقين، يحمل معها العلاقات التعاون القائمة فيما بينهما في جميع المجالات بدون استثناء، بما في ذلك في مجال الشؤون الدينية والإسلامية من خلال وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية ومن خلال وزارة الأوقاف ومن خلال الأزهر الشريف، وما في شك أن جميعها تصب في خدمة قضايا أمتنا الإسلامية بإذن الله تعالى. سعادة السفير، يعني كيف ترصدون يعني أصداء هذه الهدية من الجانب المصري وتثمينهم لدور خادم الحرمين الشريفين في خدمة القرآن الكريم؟ ما في شك أنه يعني هذه الهدية دائما ما تحظى بصدى جميل في أوساط الرأي العام المصري، خصوصا وأنها يعني تحمل المصحف الشريف، ولا أعتقد أن هنالك أعز ولا أغلى من القرآن الكريم الذي هو دستورنا ومنهاجنا في الحياة. شكرا لكم سعادة السفير.